السلام عليكم، كيف حال معكم؟ مادام زومبي كيلر اتش كي. اليوم يا شباب عندنا فيديو اللي هو الى الذهب الحلقة التاسعة. شكرا يا شباب على الدعم في الحلقة الماضية، وصلنا لايكات خرافية، يعطيكم الف 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 عافية. وزي كل ما شباب زاد دعمكم راح انزل مقاطع بشكل اسرع. زي ما طلبتوا يا شباب فيس كام، زي ما تشوفون فيس كام. انا عارف يا شباب ان هذا المقطع راح اتعب عليه كثير لان اول مرة اجرب فيس كام، فاتمنى يا شباب تضغطون على زر اللايك برضو عشان ننزل لكم بشكل اسرع مثل ما نزلت هذه الحلقه، وان شاء الله تنزل بشكل اسرع لان النت شوي خربان هذه الايام. زي ما تشوفون يا شباب هذه تشكيلتنا في الحلقه الماضيه، ما تغيرت، نفس الشيء، باقي لنا لاعبين ونخلي التشكيله كلها فضيه تلمع. زي ما تشوفون يا شباب حطيت في الاحتياط اللي هو الاحتياط هذول الذهبيين، حطيت ذهبيين يعني قلت من باب يعني تغيير شوي وكذا. ف يب يلا خلينا نروح على الجيم يا حبيبي. اوكي اوكي اوكي، لقينا واحد يا حبيبي، لقينا واحد، يلا يا بوي. اوكي لقينا واحد، التناغم عنده شوي خربان. تكفى ادخل يا اخي. اوكي حلو، ادخل. شلون يا اخي؟ لا ممكن سؤال الحين، حاط طقم الريال وطقم برشلونة، كيف؟ يلا ادخل يا بوي. خلينا نشوف تشكيلته. حلوة حلوة تشكيلته، يعني مش بطالة. فيب تشكيلته حلوة، يعني ممكن اجلده. فيلا يا حبيبي ندوس على الجيم يا حبيبي. الله يا كيوتي يا ليجند يا اخي. حلو فاول، حلو فاول، يا سلام كريسويل. يلا هي، يا سلام كبير يا كريسويل. هذا ظهير يا عيال، والله كويس، كبير يا كريسويل. اول هدف يا شباب نسجله في هذه المباراه، يلا يا حبيبي كبير ايفنت. الله عليك كبير، حلو حلو حلو. سينكلر سينكلر سينكلر، يا سلام يا سينكلر يا وحش. رايت هير رايت ناو، انا هنا يا بوي. كبير يا سينكلر، هذا اللاعب اللي اضفناه في الحلقه الماضيه الام. والله صح عليك، انهاء جميل جدا وتمريره جميله طبعا من كيوتي. لا 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 تقول لا تقول. ايه الحمد لله. شنو بينسحب؟ بينسحب؟ يس انسحب يا عيال. كذا راح نغير، فزنا هذا وفزنا، راح نغير يا شباب ثلاث لعيبه صح؟ والله ما ادري، راح نشوف. يلا يلا شباب خلينا نشوف كم لاعب راح نغير. اوكي يا شباب وبكذا راح نغير ثلاث لعيبه. اول شيء يا شباب فزنا له هدفين، يعني هدفين هدفين مقابل صفر. وثاني شيء يا شباب راح نغير لان انسحب، وثالث شيء لان فزنا يعني. فيب اوكي يا شباب راح نغير اول شيء اللي هو ايمنز. معليش ايمنز، يعني ما قصرت بصراحه، لاعب خرافي جدا، اسطوري، لاعب مو طبيعي. فيب راح ناخذ اللي هو ويلبك. ويلبك يا شباب لاعب مره مره خرافي، لاعب اسطوري، من افضل اللاعبين اللي ما يلمعون في اللعبه بشكل عام، لاعب خرافي جدا. وبرضه يا شباب راح نغير كريسويل. لا لحظه لحظه، كيف اغير ويلبك؟ والله فهيت، لازم نغير فضي. عندنا مايوكا، مايوكا جلتش فيفا 13، من يتذكر هذا الجلتش يا عيال؟ اللي لعب فيفا 13 متاكد انه يعرف هذا الجلتش، جلتش خرافي جدا، عنده اربع نجوم مهارات. انا ما ادري بصراحه اذا في هذا الجزء كويس او لا، فيب ما ادري ليش من شوي غيرت اللي هو ولبك، والله بالفهاوه. وبرضه يا شباب الالبي راح ناخذ فان انخولت، ظهير معروف جدا هولندي، سريع، سرعته 91، من اسرع الاظهره اذا ما يكون اسرعهم في الدوري الانجليزي، اتوقع انه اسرع ظهير في الدوري الانجليزي. راح نغير ثالث لاعب يا شباب اللي هو بدل ليفرمور، ما ادري ايش اسمه ذا، وراح ناخذ اللي هو هندرسون. هندرسون يا شباب من افضل واروع اللعيبه بصراحه اللي يعجبوني من ناحيه سي ام، يعني عند الازرق تيم اوف ذا سيزون رهيب رهيب، جربوه يا شباب، والله لاعب خرافي جدا. حتى اللي ما يلمع هذا اللي هو الابجريد على ما اعتقد، هذا شيء خرافي. فالمهم يا شباب خلينا ندخل على الجيم الثاني. يلا يا حبيبي اخيرا اخيرا لقينا واحد. يلا يا حبيبي ادخل سي ميلان. يا اخي هذا النادي مره 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 طاح، والله اتمنى انه يرجع. اوكي شجع الريال واسي ميلان فشيء كويس. اوف اوف اوف، والله تشكيله تخوف يعني. يا سلام يا مايوكا، يا سلام يا مايوكا، اقبل له. والله ارتقاء كيوتي، الله مايوكا ايش صار؟ والله ارتقاء يا شباب اللي اقبل له، والله اهنيه
كبير قبل لهور، صحيح انه ما دخلت جول، وحارسه بثر طبعا بانتلمون هذا الابثر حارس في العالم. اسألوا خوي قبل لهور ايش صار؟ كيف؟ يلا تكفى يا اخي ايش فيه؟ كيف قبل لهور ضيعها؟ الله عليك كبير، صح عليك يا الله يا كبير يا مايوكا يا وحش يا مايوكا هندرسون. الله يا هندرسون يا وحش يا بطل، اقسم بالله يا شباب قايل لكم هذا اللعب مو طبيعي. كبير يا هندرسون الله عليك يا اخي، ايش دلاق يا اخي ايش دلاق. كبير يا بانتلمون، كبير يا التمريره، ما ادري هذه تمريره ولا اقول له مو بشوته ولا كوين. والله لاعب يستحق كل كوين. ما يتسلل ما يتسلل يا حكم، ما يتسلل كبير يا. والله قايل لكم يا شباب هذا اللعب مره يعجبني، هندرسون يا اخي لاعب مو طبيعي، سي ام بس هداف وتمركز اسطوري والله العظيم يا شباب، لاعب خرافي. يا الله يا الله يا الله بستر انا بعتزل فيفا. السلام عليكم شباب، انا بعتزل. عند يا سلام انسحب يا عيال، انسحب صح يا عيال، خلاص انا بنتحر انسحب يا الله. يلا يا شباب نروح نغير اللعيبة. اوكي يا شباب وبكذا راح نغير ثلاث لعيبة زي المباراة اللي راح تسجلنا هدفين وانسحب وفزنا، فيعني ما تخيلت بصراحة يا شباب المباراتين راح نسحب، فشي كويس جدا. خلينا نغير ثلاث لعيبة. عندنا اول لعبة يا شباب راح اغير مايوكا، مايوكا توقعت شي افضل بصراحة منه لكن قدم له اداء متواضع. خلينا نحط يا شباب اللي هو اول لاعب اللي هو بنيدر. بنيدر ممكن تستغربون ليش هذا وحطيت هذا اللاعب، مواصفاته جدا ممتازة، يعني سرعة عنده 81، دربلينج 82، الشوت والباصات جدا ممتاز. وفي واحد من الناس يعرف كيف كان هذا اللاعب جليتشاوي بشكل غير طبيعي، زي ما تشوفون يا شباب هذا أول لاعب ترى شريته في اللعبة، لاعب مرة 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 قادح، هذا أول لاعب شريته في اللعبة، لاعب مرة خرافي. طيب راح نحطه هنا. وبرضو يا شباب راح نغير اللي هو الار ام ونحط اللي هو لاعب برضو من الدوري الفرنسي، راح ناخذ هذا، يعني طاقاته جدا كويسه بصراحه برضو، اربع نجوم مهارات، فانا احب شوي المهارات في احب المهارات انا بشكل عام. وبرضو يا شباب راح نغير راح نحط فيراتي كذا يا شباب، راح يكون عنده ثلاثي فرنسي كويس جدا، فيراتي ما ادري ايش اسمك بنيدر، فغيرنا ثلاث لعيبه. واتمنى بس يا شباب ضغطوا مع ضغطكم على زر اللايك، تعبت يا شباب في المقطع بشكل ما تتخيلونه، حتى قبل لا امنتج انا متاكد ان المقطع تعبت عليه بشكل غير طبيعي. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، كان معكم اخوكم ادم او زومبي كيلر اتش كيو، مع السلامه.